بنزين. فولناها مرة ثانية بنزين، راح أرجع أكمل. طين احمر انا دعجن بالطين الاحمر. يلا هات هاي مالتك على قدك. هاي صغيرون على قدك. هيجي سوي هيجي.
راح استعملها هيك ادوسها جوا انزلها حتى تصير هيك مثل الدويرة على شكل الدويرة. طبعا مثل ما تشوفون الشغل بعده ما كملان، حاولت انه هاي التله اللي كانت هنا انزلها بس مطرت الدنيا وما لحقت على اساس اليوم اكملها، وبعد شهر هاي التله الثانيه. فمو مشكله، هسه ايش راح نسوي؟ راح نعوفها يومين لان هذا يصير كلش ثقيل بالشغل فيتعب، راح اعوفها يومين تتهوى تربه وبعدين ارجع مره ثانيه انزل هاي التله الجديده. هاي وين راح نوديها؟ راح نوديها بهذاك القسم اللي صاير ورا الحديقه. فانقلها بالعربانه وهاي الجزء كله اعدله واشوف لكم المرحله اللي بعدها شنو راح نسوي. فنعوفها هاليومين بس تنشف وبعدين نبلش بالحديقه الخلفيه. مساء الخير، مساء العافيه، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بمليون خير. اكيد مثلي، اكيد مثلي، وسالفه عندكم ويا هاي السوالف. انا كل فتره اذب القديمات بس تصير عليها بقع مال المطبخ، تعرفون لان الدهن وهالسوالف اكو بعض الوصل ما يطلع من عندها دهن، تبقى يعني حتى لو كانت نظيفه بس تبقى هيك لونها مثل الاصفر باهت وما تعجبني. فبين فتره وفتره اروح من اسوق حاله حال المسواق. زين اجيب. فهالمره جبت عاد هذا اني شو عجبني اللون مالتهم هيك شو اسمه الترتيبات. طبعا المرحله الثانيه راح اشوف لكم اياها ان شاء الله هاليومين بس اكمل واشوف لكم شلون راح نعدله. اكو بعض الاجهزه كلش مهمه انو تستفادون من عندها. بخصوص الجهاز اللي يقلب التربه، طبعا هذا موجود بكل مكان يبيعون بالمعدات مالت الحديقه، الكرك، الخرماشه اللي تقلب هالسوالف كلها اكو يدويه، واكو عندكم تكون على البنزين اللي انا استخدمتها او على الشحن، بس بالنسبه للي تقلب التربه لازم على البنزين حتى تكون قوه الدفع مال الماتور تكون اكثر. فهاي من وين تجيبوها؟ تلقوها بالهورنباخ، بالباوهاوس، بالاوبي، بال اعتقد بتوماس فيليب، ما اعرف، مو متاكده، او تقدرون حتى اونلاين، اكو هوايه من ماركه الالمانيه البوش وغيرها تقدرون تاخذون اونلاين تجيكم حتى للبيت. فالمهم مو هذا موضوعنا، بس انا حبيت ان اشارك لكم هاي التفاصيل. اللي عنده حديقه ومثلي عنده طاقات يريد يلعب كيفه بايده، فليش لا، جيبي الجهاز ورتبي الحديقه على ايدك، ماكو كل مشكله. الالمانيه موجوده وهاي ماركه ثانيه، اثنيناتهم ما بيهم فرق، بس الفرق بوقت الطبخ، اذا تريدون تستخدمون فقط هاي او فقط هاي، لا تخبطون مع بعض، لان هاي تحتاج وقت شويه اطول. انا من النوع اللي ما اسلقها ابدا، مجرد انه اخليها براحتها بالفرن تستوي، هاي شويه اسرع، ما تاخذ من عندنا وقت، وبنفس يعني ما تريد ميه هواي، عرفت شلون؟ هاي تحتاج صوص لانه شويه قوامها يعني اكثر، فراح نستخدمها اليوم، وراح اشوف لكم الطريقه مالت اللزانية اللي انا اسويها. بالبدايه نحتاج بصل، طبعا بصل ابيض، بصل احمر عادي، او حتى بصل اخضر، المهم تسوون القيمه او اللحم المثروم على حسب الطعم اللي تحبوه، تحبون بها البهارات، تحبون بها صوص حمر الاحمر كلش هواي، يعني هاي تبقى على حسب ذوقكم. حم يستوي، راح نطلع شويه من الخضروات الجميله. البهارات اللي تخلوها على القيمه هاي حسب ذوقكم، يعني اكو ناس تحب تخلي بهارات البرجر او بهارات مثلا القيمه نفسها، البابريكا، فلفل حار، هاي بكيفكم، بس المهم حمسوه باللحم، ضيفوا عليه البصل وضيفوا عليه البهارات اللي تريدون. فهنا راح نضيف عليه الفلفل، عجبناها ويانا من تركيا، حتى كلش طيبه بشكل رهيبه. فهذا راح نضيفه على الصلصه مالتنا، ينطينا نكهه يعني ما اسولف لكم. هذا مغسول طبعا، انا كل يوم اغسله، فمن الشجره للخلاط. جبنة، تذكرون بزون الفار؟ ها؟ كان تركض النهار كله على ود هاي البلوكة مالت الجبن. شوفوا راح نبرشه حتى بين ما عندنا القيمة تستوي على نار هادية، فعدي الجبن هنا ابرشه اخلص، وبعدين نحضر الصلصة مال
البشاميل نفسها طبعا نفسها للازانيا اللي هي زبد وطحين وحليب فقط، ما عدنا شيء. وبعدين نخلي الغراض مع بعض وبالفرن هي تصفى. اعتقد هيك قوامه زين تمام. شوفوا هسه ايش راح نسوي، راح نحضر الصوص مالتنا. بس تشينا؟ لا هاي بالخاشوقة عشان طبقات حلوة. يلا جيبي معاك. يا بعد واحدة؟ اي والله عاشوا. هاي راح انتزها المن جارتي من قالت اني احب اللازانيا فراح اتزل هي الا ربع، ونخلي الربع مي. هذا ربع فقط مي، فنخليه على القالب مباشرة بس بسرعة لأنه يجمد. عرفتوا ليش؟ لأنه هو ما خلينا له احنا لا ليمون ولا شيء حتى يبقى بطراوته، لا فنخليه بهاي الطريقة. من القشطة راح استخدم وياها كوب واحد فقط من الحليب العادي. راح نستخدم 3 بيضات، هذه واحدة كاملة طبعا، بنات اللي استخدمناه باكيتين من القشطة الخاصة بالكريم مالت الكيك، تستخدمون 200 جرام 200 جرام 400، واستخدمت 3 بيضات كاملة بدون أي شيء. وراح نستخدم علبة من الحليب المحلى أو المكثف، هذا طبعا راح استخدم من عنده ما يقارب الأربع، راح أضيفه. يعني تقدرون تقولون الا ربع زين، بس مو هذا الكوب كله، لا الكوب الصغير او ما مقدار ال 200 غرام نفسه مالت القشطه. تقدرون تضيفون القشطه بكوب وتحسبون مقدارها، بيا كوب تكفي على نفس المقياس تضيفون الحليب العادي. اوكي، وراح نضيف فقط صفار 3 بيضات.
هذول راح نضيفهم بالتدريج. خلونا نروح هنا نخلط. نفسه لأنه راح نرجع نستخدمه. ثلاثة صفار مع البيض، وراح نحتاج 30 غرام من السكر. أهم شي تكون مو باردة الحليب، يعني خليه برا قبل بوقت. عندنا ملعقتين ونص من الزيت كبار طبعا. ثلاثة أربعة خمسة. السكر طبعا المقادير كلها راح اكتب لكم اياها انا بصندوق الوصف، فهنا راح ناخذ من عنده ضيفها بالتدريج بهاي الطريقه. شوفوا نحاول نقلبها على كيف. Thank you.